ينضم إلينا من الخرطوم أسامة أبو بكر، مدير التواصل الإعلامي في الهلال الأحمر السوداني. سيد أسامة، أهلا بك معنا. لو تطلعنا في البداية عن الوضع في الخرطوم تحديدا، كيف هو عمل الطواقم الطبية والهلال الأحمر السوداني، كيف هو أيضا على الأرض؟ الوضع كما هو طبعا، استمرار في الضيق والتدهور في القدرة الاستيعابية والقدرة العلاجية للمستشفيات والأنظمة الطبية لا يزال أو لا نزال نحن في جمعية الهلال الأحمر السوداني فضلا عن غيرنا يناشدون الأطراف بضرورة تحديد المهلة بوضوح والمسارات الإنسانية بوضوح لسهولة إيصال المساعدات الإنسانية سواء كانت الطبية أو المساعدات الغذائية حتى أو المساعدات اللوجستية بسلاسة وبيسر وبخطة واضحة المعالم. الأعداد متزايدة من القتلى والجرحى، ما في إحصائية، نحن ما عندنا إحصائية رسمية معتمدة بالنسبة لنا أن ننشرها، لكن كما واضح بالنسبة لكم أن الأعداد في تزايد كبير جدا، في مخاوف من انتشار أمراض وبائية، أمراض تتعلق بالبيئة، من الجثامين التي لا تجد من يجمعها ويدفنها بالتنسيق مع السلطات، نسبة لعدم وجود مسارات واضحة آمنة وعدم ضمان حماية الكوادر المتخصصة في هذا المجال. طب وهنا نسأل، عذرا سيد أسامة، أريد أن أسأل أيضا عن عمل الطواقم الهلال الأحمر السوداني في يعني فيما يجري، في ظل ما يجري وعدم الإعلان بشكل كما ذكرت صريح عن موضوع الممرات الآمنة، أين ينحصر؟ ما هي طبيعة عمل هذه الطواقم على الأرض؟ طبعا عمل أبكم بتاعتنا منذ اندلاع النزاع للسبت قبل الماضي في ولاية الخرطوم يتركز في 18 مستشفى من جملة المستشفيات في العاصمة الخرطوم، ندعم الطواقم الطبية بكوادر من المتطوعين المتخصصين في الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأولية، على الأقل يساهم الهلال الأحمر في سد جزء من العجز في الكوادر الطبية، لأن المستشفيات والطوارئ والحوادث تعاني من ضيق كما تعلمون في مختلف الأشياء، مختلف الأشياء البسيطة، الأدوات اللازمة للعلاجات وكذا. فده العمل بتاعنا، إضافة لبعض الإخلاءات الجزئية لبعض المصابين في مناطق محدودة، نسبة لعدم وجود ضمانات أمنية إنه الهلال الأحمر يعمل الشغل ده على مستوى ولاية الخرطوم كلها. هل فقط يعني عذرا أيضا سادة، تفضل سيد أسامة أكمل لو ممكن. طيب بالنسبة للعمل بتاع الهلال الأحمر، نعمل إضافة لولاية الخرطوم حاليا في 6 ولايات إضافية. الولاية الأولى أو المدينة الأولى هي مروي حيث بدأت الأحداث، عندنا كان حق المعلومات الهندي، عندنا 118 متطوع برضو يعملوا دعم للمستشفيات هناك في استقبال الجرحى والحالات المتزايدة، الحمد لله الأحوال هذا في مروي الآن. عندنا أطقم طبية تساعد أطقم إسعافات أولية، مدربين في إسعافات أولية بيساعدوا الأطقم الطبية في المستشفيات في ولاية شمال دارفور مدينة الفاشل، وولاية جنوب دارفور مدينة نيالا، ومدينة زالنجي في ولاية وسط دارفور، وفي الجنينة في مدينة غرب دارفور، إضافة إلى الأبيض في ولاية شمال كردفان. بالنسبة لولاية جنوب دارفور اللي هي في مدينة نيالا، قام الهلال الأحمر السوداني ممثل في فرع الهلال الأحمر السوداني في هذه المدينة بعمل مبادرة جيدة، إنه كانوا في 7 جثامين ينتمون لأحد طرفي النزاع تم قتلهم في مساحات أو في أماكن سيطرة الطرف الآخر، فتم التواصل معهم مع السلطات المعنية، وتم السماح لجمعية الهلال الأحمر السوداني من خلال طواقم متخصصة جدا في نقل رفات الموتى بالأسس والبروتوكولات العلمية، تم التفاوض مع الطرفين وتم السماح لنقل هذه الجثث إلى الطرف الآخر لدفنهم. يعني في
مبادرات خالية نطاق دعم الكوادر. طب ماذا بالنسبة إلى الخرطوم تحديدا؟ وذكرت أن يعني بأن يعني عملية قطع الطرقات وذكرنا سابقا بسبب الاشتباكات التي كانت موجودة، وأيضا كان يعني هناك تصريح لك أيضا سابق باستهداف بعض الطواقم الطبية منها موضوع الهلال الأحمر لإيصال المساعدات، أو حتى ما ذكرت قبل قليل لموضوع عملية الإجلاء. هل يعني هناك تواصل مع قيادة الجيش وحتى قوات الدعم السريع لتسهيل عملكم على الأرض تحديدا في أيام الهدنة؟ طبعا انا لم اصدر ابدا انه في استهداف لطواقمنا من قبل اي جهه من الجهات، بل بالعكس هو كان ظهرت معلومات في الايام الماضيه انه من بعض المنظمات انه في بعض المنظمات العالميه والاقليميه انه في استهداف للطواقم الطبيه وفي استهداف ممنهج للمستشفيات. انا قلت لا، نحن بالنسبه لنا كهلال احمر السوداني ما في حد استهدفنا سواء كان من قوات الدعم السريع او من قوات الجيش السوداني، لان عندنا عمل هم يعلموا تماما دور الهلال الأحمر إنه هو مؤسسة محايدة، هو ما عندها أي انحياز لطرف أو آخر، ما عندها انحياز للحكومة والجهاز الحكومي وغيره، وبالتالي ما في منطق، وذكرت إنه ما في منطق أصلا يخلي جهة معينة حتى في العالم كله يعني جهة مقاتلة تستهدف مستشفيات إلا هي إذا ما عارفة الدول المستشفيات والدول المحايدة بتاعها. طيب نحن عندنا اتصالات مباشرة مستمرة مع القوات المسلحة السودانية ومع قوات الدعم السريع في تعريف بدول الهلال الأحمر والنشاطات بتاعه بتمتد إلى أي مدى، وعلاقتنا بالمؤسسات العالمية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المعنية بالعمل لمساعدة ضحايا النزاعات المسلحة. يعني نحن عندنا هم فاهمين بالضبط دول الهلال الأحمر السوداني ويثقوا في الهلال الأحمر السوداني. قد يحصل بعض الاعتراضات هنا وهناك، ودي بيكون سبب انه الجنود التابعين يعني الجنود الصغار في ارض المعركه قد يكونوا منفعلين، قد ما يكونوا عارفين دورنا شنو، لكن احنا ما عندنا اي تهديد من قبلهم. لكن كمان في نفس الوقت المتطوعين اللي هم بيقوموا بالعمل نحن لازم نامن حمايتهم. اذا لم تكون هنالك مسارات امنه واضحه جدا تسمح لكل الكوادر الطبيه والكوادر الانسانيه انها تشتغل، حتى غير الهلال الاحمر نحن ما حنسمح بمتطوعين هنا انهم ينتشروا انتشار افقي ما لم نلقى ضمانات من الجهات المتنازعه. هل هذه الضمانات ممكن كانت ان تسهل عملكم على الارض ايضا في ظل هذه الظروف؟ وماذا بالنسبه الى سيد اسامه موضوع المساعدات المواد الطبيه؟ هناك نقص حاد في السودان بشكل عام. أيضا لو ممكن أن تحدثنا، ذكرت قبل قليل بأنكم تمدون المستشفيات حتى بكوادر طبية أو على الأقل بالمساعدة، وخاصة بخروج عدد كبير من المستشفيات. الوضع في المستشفيات أستغل وجودك معنا، كيف هو الآن أيضا؟ والله الوضع في المستشفيات ماشي من سيء إلى أسوأ. اليوم لما النزاع يستمر يوم إضافي هيخلف ضحايا إضافية، هيخلف احتياجات إنسانية واحتياجات علاجية، إضافة إلى الناس اللي أصلاً عايشين بأمراض مزمنة اللي هم ما بيمشوا يشتروا أدوية أو حقن بشكل مستمر. يعني الناس المرضى العاديين ديل الآن الصيدليات معظمها مغلق، لأنه أول حاجة سلاسل التوريد معطلة، الصيدليات دي بتجيب الأدوية بتاعتها من شركات مستوردة للأدوية أو شركات أو مؤسسات مصنعة، الشركات المصنعة دي وقف الشغل بتاعها، الشركات المستوردة من الأدوية من الخارج وقفت لأنه ما ممكن يورد لهم الأدوية لأن المطار مغلق. يعني في تحديات ضخمة جدا في الحقل الطبي والصحي، مما يؤدي إلى مأساة متزايدة يوما بعد يوم. طب أنتم في الهلال الأحمر سيد أسامة أبرز هذه التحديات، أيضا ذكرت سألتك عن موضوع المواد الطبية، موضوع الأدوية، كيف تستطيعون الحصول عليها؟ هل هناك من مساعدات وصلتكم مثلا، أم المخزون الطبي لديكم جيد، أم كيف وضعه يعني؟ المواد اللي نحن نعمل فيها شوية المعينات اللي نحن بنساعد بها المستشفيات هي إما من مخزوننا ومخزوننا مؤكد أو من مخزون بعض الجهات اللي هي اعتادت إنها تدعمنا، يعني الجهات اللي نحن بنتعامل معها بشكل عام وبتعرف دول الهلال الأحمر السوداني. لكن ما في أي
يعني دعم طبي أو دوائي جاء من الخارج نسبة لعدم توفر المسارات الآمنة. لذلك نجد منظمات تحديد جدا بتناشد طرفية نزاع بتأمين مسارات آمنة واضحة مع إيقاف وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة للمساعدات الإنسانية تدخل السودان. المساعدات الإنسانية هي مساعدات طبية ومساعدات في الصحة العامة ومساعدات غذائية حتى، لأنه دلوقتي في احتياجات إنسانية عالية جدا للطعام، يعني ممكن تكون في نزول بتاعت مجاعة معلنة في مدينة الخرطوم وبالتالي في السودان، لأنه حتى سلاسل التوريد، المخابز، كل الأماكن المواد التموينية مغلقة، في صعوبة جدا في الحصول عليها وفي مغالاة في أسعارها حتى. هي دي كارثة بكل المقاييس، عشان كده تتحمل الطرفين المتنازعين المعاناة الإنسانية الناجمة، لأنه الطرفين المتنازعين جعلوا مدينة الخرطوم وكل المدن اللي فيها نزاع ساحة حرب، وده كله مخالف للقانون الدولي للإنسان. أشكر جزيل الشكر أسامة أبو بكر، مدير التواصل الإعلامي في الهلال الأحمر السوداني.